أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد الغاليات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم الحديث حقيقة قريب حبيب إلى القلب، قريب قرب يعني قرب الروح، لأنه الحديث عن ذا الموضوع لا يمكن إنه إحنا خلينا نقول إيش نشبع منه، خاصة لو عرفنا أن الذكر هو كل سكنة من سكناتنا وكل حركة من حركاتنا نحن في ذكر، لولا أننا نعي ذلك. يعني لو كنا نعي ذلك لعرفنا أننا في كل لحظة من لحظاتنا نحن في حالات ذكر. كيف؟ والله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحه، فالأصل أن كل ما في الكون حولنا يذكرنا ويخبرنا بالله سبحانه وتعالى ويدلنا عليه. فأنت في حالة ذكر شئت أم أبيت، إلا أن هناك من هو منتبه ويلقي السمع، وهناك من هو أصلا في حالة غفلة والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يجيرنا ويبعدنا وينجينا، ونتعوذ من الغفلة وأسبابها. الذاكرين الله كثيرا، الذاكرين الله كثيرا، يمكن من أكثر الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى تكلم عن العدد فيها هي الذكر، فقال الذاكرين الله كثيرا، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا. تعالوا نتعرف أول شيء على الذكر، خلونا نعرف يعني إيش يعني ذكر، كيف يعني نذكر الله تعالى، وكيف يكون حالنا في حالة ذكر دائم وكثير، وكيف أيضا نحرم، نسأل الله تعالى لا نكون من المحرومين، نحرم من الذكر، وأيضا من هم الخسرين الذين يظنون أنهم ذاكرين ولكنهم للأسف ليسوا بذاكرين. ما هو الذكر في رأيكم؟ ما هو الذكر؟ الذكر عكس الغفلة، الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق، أي أن القلب حاضر مستوعب مستدرك ليش؟ لله سبحانه وتعالى، مدرك لوجود الله سبحانه وتعالى، مستشعر لمعية الله، أن الله تعالى معنا وحولنا، محيط بنا، يسمع ويرى، أن الله تعالى يسمع ويرى، ويكون ذلك من خلال ترديد اسم الله تعالى بالقلب وباللسان. قلبك يذكر الله تعالى ولسانك يذكر الله تعالى وجوارحك وجنانك يذكر الله سبحانه وتعالى، ما يكون بس الذكر على مستوى اللسان، لأن هناك من يذكرون الله كثيرا بلسانهم ولكن حالهم عكس ذلك الذكر، عكس ذلك الذكر. طيب هل الذكر فقط إنه أنا أذكر الله سبحانه وتعالى بلساني؟ وما هو الذكر وما أنواعه؟ الذكر هي أن تذكر صفة من صفات الله تعالى، عندما تذكر من صفات الله تعالى أو تذكر صفة من صفات الله تعالى أنت في واقع الأمر من الذاكرين، يعني أن تقول سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الصوت انقطع؟ هل الصوت انقطع؟ الصوت موجود أخواتي، أحيانا الشبكة ترى، لأنه الشبكة بسبب الأجواء ممكن الشبكة تكون مالها ضعيفة شوية. طيب ممتاز، ذكر الله تعالى لما تقول الله تعالى جميل، أو تقول الله سبحانه وتعالى واسع، أو تقول الله سبحانه وتعالى كريم، أو تقول الحمد لله اللطيف، أو تذكر صفة من صفات الله تعالى، فأنت ذاكر بأي حال من الأحوال. تقول الحمد لله على كرمه، الحمد لله على عطفه، الحمد لله على لطفه، الحمد لله على حكمته، أنت ذاكر في هذه الحال. أيضا إذا كنت تذكر حكما من أحكامه أو فعلا من أفعاله، كأن نقول أن الذي خلق هو الله تعالى، وأن الذي رزق هو الله تعالى، وأن الذي يهب هو الله تعالى، أنت تذكر أفعاله، وأن الذي ييسر هو الله تعالى، وأن الذي يسهل هو الله تعالى. فإذا كنت تذكر ذلك وتتذكر ذلك في حالك ومالك وحولك فأنت من الذاكرين. يعني كيف؟ يعني أنا أكون مثلا جالسة كذا ثم رأيت هذه الإضاءة فقلت سبحان الذي أنار
أنار، فعل من أفعال الله تعالى. سبحان الله، النور الذي أنار، أنار لنا الأماكن من خلال هذا المصباح اللي سخرنا، هذا المصباح لينير لنا. فسبحان الذي يسر لنا الإنارة. أيضا التقرب، أي عمل تريد به وجه الله وذكر، أول ما تقول يا رب أنا أريد هذا العمل لك، أنت من الذاكرين. يا رب أريد أن أقوم بهذا العمل لأجلك خالصا لوجهك الكريم، أنت من الذاكرين. طبعا هذا أعلاه وأقواه، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي، التوجه لله تعالى. أي عمل أنت تقوم، حتى هذه الجلسة أنت تريد بها الله تعالى، إذن أنت من الذاكرين، أنت من الذاكرين بإذن الله تعالى. أيضا إذا دعوت الله تعالى أو ناجيته أو ذكرت أنبياءه وأولياءه، ذكرت أنبياءه وأولياءه، كيف؟ لأن الأنبياء والأولياء دائما يذكروننا بالله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت أنبياءه فأنت تريد به بذلك ذكر الله تعالى. لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ذكرت الله تعالى عندما قلت وصليت على النبي. فإذا ذكرت أنبياءه أو أولياءه، أو قلت أن هذا ولي الله تعالى قدس الله سره، أو يعني رضي الله عنه، أنا ذكرت الله تعالى ولا ما ذكرت؟ نعم حبيبتي، لا بأس بتصوير الشاشة، ما في بأس، لكن إحنا إن شاء الله هذا الملف برسلكم إياه بإذن الله تعالى، لا تقلقوا. إذن حتى لو ذكرت إيش، حتى لو ذكرت، سواء كنت ساكنا أو كنت متحركا، سواء كنت تنطق أو كان قلبك هو الذي يتحدث، أنت في حالة ذكر. حتى لو كنت تذكر الله تعالى في نفسك، وطبعا العلماء قالوا أن ذكر الله تعالى الخفية، الخفية هو أعظم، إذا كنت تخشى الرياء، لأنه في ناس مثلا تحب أن تذكر الله تعالى في خلوة، في خلوة بينها وبين الله تعالى، فقال العلماء أن هذا أعظم وأجل، لأنه إيش؟ ينفي الرياء عن صاحبه. ولذلك الناس الذين يقيمون الليل هم أكثر الناس، يعني قلوبهم ذاكرة، قلوبهم طرية، قلوبهم نقية. طيب، إذن نقدر نقول أن الذكر هو أول الطريق، هو البداية والنهاية. إنا لله وإنا إليه راجعون، هو انشغال العبد في أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه في كل حال من أحواله، كنا قائمين أو قاعدين، ساكنين أو سائرين، سرا أو جهرا، ظاهرا بجوارحنا أو باطنا بقلوبنا وإدراكنا. حتى لو كنت في لحظة، تعرفوا هذيك اللحظة اللي تجلسوا فيها ماذا تفعلون؟ جالسين كذا جلسة وقول سبحان الله. تو أنا لو كنت عايشة مثلا في بيت أقل من هذا البيت، أو في حال كنت أسوأ من هذا الحال، ولكن الله تعالى فضلني على كثير من عباده، يا سبحان الله، بس تحدثي نفسك هذا الحديث، أنت من الذاكرين. ما دمت تذكرين الله تعالى وتذكرين صفاته، سواء كنت في ملأ أو كنت وحدك، سواء كنت جالسة تشرب الشاي أو كنت تقرأين من القرآن الكريم. الذكر يعني سبحان الله الذي جعل باب الذكر واسع، باب واسع، وهناك من يمشي وهو يذكر الله تعالى، وهناك من يقود السيارة ويستمع إلى محاضرة تذكره بالله تعالى فهو من الذاكرين. ذلك الذي يذكر الله تعالى ويذكر الناس هو من الذاكرين. إذا جيت أنتم قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت تذكر الناس بذكر الله تعالى، تدخل على ناس وتقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بلاش الهاي والباي، ها، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت في ذلك تذكر الله تعالى وتكتب من الذاكرين. فيرد الآخرون عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فأنت ذكرتهم بالله، فلك الأجر مرتين. وفي ناس تو تتأفف من السلام، قول السلام، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تدخلوا مكان، لما تعرفوا أحيانا حتى لدرجة بعض الناس تستغرب لما ندخل بقعة ونسلم، ينظرون إلينا من فوق لتحت كأنهم سوين قريبة، مع أن ذلك من فضائل الأعمال.
أن تذكر الله تعالى. الصاعد يسلم على النازل، والواقف يسلم على الجالس، والجالس يسلم على النائم. شوفوا لهذه الدرجة في تفاصيل دقيقة، وفي على فكرة أحاديث وأحكام شرعية في هذا الموضوع، لكن يمكن الناس ما تدركها وتدرك أهميتها. نسلم، نعم، حتى لو دخلنا بيوتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلا شخص نايم وأنا جيت وجلست عنده ونهض وسلموا عليه. أنا أحيانا المرضى، مثلا المرضى نايمين في فراشهم، تدخل عليهم وتجلس ثم تسلم عليه، فهذا ذكر. طيب، ما المقصود بالذكر؟ تعالوا نشوف إيش المقصود بالذكر عند الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يوضح الله تعالى لنا ما هو الذكر، إيش يعني الذكر. الذكر هو القرآن، وبدلالة الآية صاد والقرآن بالذكر. الذكر هو العلم، مجلس علم يعني ذكر، أن تسأل من أهل العلم، أي أنك تذكر الله تعالى. فقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر يعني اتصال وصلاة، وأقم الصلاة لذكري. لذلك دائما يستغرب الناس لما أقول لهم أن مثلا أي عمل تعملينه لوجه الله تعالى هو صلاة، هو صلاة. لماذا؟ لأنك عندما تذكرين الله تعالى أنت توصليه، أنت توصلي أو تتصلي به، أنت تتصلي به. عندما تعملين عملا تريدين به وجه الله تعالى أنت تتصلين، فإذا هو صلاة. أيضا الذكر هو التهليل والتسبيح والحمد والصلاة على النبي وغيرها من الأذكار اللفظية. فإذا القرآن ذكر، لكن طبعا القرآن التعامل معه بمستوى عالي في الذكر هو التفكر. هنجي عليه إن شاء الله وبكلمكم فيه بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل. إيش عكس الذكر؟ ما عكس الذكر؟ ما عكس الذكر؟ الغفلة. عكس الذكر الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه. من هم الغافلون؟ تعرفوا أحيانا نكون نحن في حالات غفلة، عندكم خبر؟ نكون ما عندنا خبر. كيف في حالة غفلة؟ أحيانا في اتخاذ القرارات، في اتخاذ القرارات. شوفوا 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 الإنسان الذاكر في اتخاذ القرارات. أحيانا الإنسان ما يكون واعي كيف يتخذ قرارا. فلو أنه سأل الله تعالى، استخار الله تعالى وسأل الله تعالى حتى أبسط الأشياء، لكتب من الذاكرين، لكتب من الذاكرين. في ناس للأسف حتى هذه مستكثرينها، يعني حتى وانت تفتحي دولاب الملابس، دولاب الملابس، شوفوا دولاب الملابس، يا رب يا رب دلني أي لبس اليوم ألبس، دلني. واحدة تقول معقولة؟ أيوة، ما احنا نريد نكون ذاكرين لله تعالى في كل حاجة، في كل حاجة، ما بس أذكر الأذكار أو الأوراد، لا حبيباتي، حتى في كل بلعة. تعرفوا أنه حتى طلب الطعام، يعني من ضمن الأشياء التي علمني إياها معلمي، أنه حتى الطعام والصبح أول ما تنهضي إيش تقولي؟ يا رب دلني على الطعام. ليش؟ لأنه كان النبي في سنته في في في, في الطعام أنه أول شيء لا يأكل حتى يجوع، يعني ما يروح يتناول الطعام وهو شبعان، ولما يجي ياكل ما ياكل حتى يشبع، يعني ما يدرس بطنه. عشان كذا كان يفترض احنا في هذه الفتره نتدرب على فكره انه احنا ما نكثر الطعام، ننتظر لحد ما نجوع. ولذلك الانسان ما يجلس يفكر مو نسوي اكل، مو نسوي اكل، لا، ابدأ يومك كذا: يا رب دلني على طعام طيب. فتجد تجف نفسك اكله، يجعل الله تعالى يحبب لقلبك اكله معينه تشتهينها. وسبحان الله أحيانا إيش يصير؟ أحيانا تجدين أن هذه الأكلة أتت إليك تماما كما كان يحدث للسيدة مريم عليها السلام، لو أنت بس كنت تذكرين الله تعالى ذكرا كثيرا. حتى لو ذيك الساعة تقولي: يا الله خاطري
شوفوا كلمة يا الله خاطري، شوفوا يا الله خاطري في الأكلة الفلانية، ثم تتركين الأمر إلا تجد الله تعالى قد أحضر لك تلك الأكلة. لماذا؟ لأنك سألت الله وانت ما منتبهة، وانت ما منتبهة. فهذا تذكر وذكر، والله تعالى إذا ذكرت ذكرك، إذا ذكرك حتى لو في طعامي، حتى لو في طعامي. المشكلة أن الناس تعتقد أن الذكر فقط مرتبط بالتكاليف، لا، حتى تفاصيل حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي تفاصيل حياتي، نسكي تفاصيل حياتي، سيرتي وجيتي، أكلي وشربي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. شوفوا كيف، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، شوفوا لأي درجة. لأنه دائم الذكر، دائم الذكر. أيضا الذي ينسى كثير النسيان، من الذي ينسى؟ ينسى كثير الذنوب حقيقة، من يكثر الذنوب ينسى، ينسى ذكر الله تعالى لأنه ملهي، لأنه مشغول. ومن نسى ذكر الله تعالى، الله تعالى ينساه، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. على فكرة أحيانا الناس لما ما يتذكروا حاجة معينة ويقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا هذا ذكر، لكنه ما هي هذه الفكرة؟ عندما تنسى شيئا، تنسى شيئا ولا تعرف أين، اذكر الله تعالى، بمعنى ماذا كان الله تعالى سيأمرك لو كنت في ذلك الموقف. كيف يعني؟ يعني مثلا، مثلا أنا ما عارفة أتصرف، ما عارفة أتصرف مع واحدة من الصديقات التي أخذت مالي، أخذت مالي شيء من مالي ولم ترجعه، لا أعرف ماذا أتصرف أو كيف أتصرف. الله تعالى قال واذكر ربك إذا نسيت، نسيت كيف التصرف الصحيح. طب وين أذكر ربي؟ في القرآن الكريم في آية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، على طول مباشرة أتواصل مع فلانة، إذا ما تعطيني على الأقل خلينا نكتب بالدين مباشرة. من الذي ذكرك؟ ولذلك الله تعالى قال واذكر ربك إذا نسيت. البعض يعتقد واذكر ربك إذا نسيت إنه إذا نسى شيء قال شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، ولكن هي الفكرة أي تذكر أمر الله تعالى في ذلك الأمر. نفس الشيء إذا مخاصم إنسان، ماذا أفعل؟ ماذا يقول الله تعالى لي؟ أذكر ربي، أرجع، أذكر ربي، ماذا يقول لي؟ وإذا شخص طلب منك لا تلقي السلام عليه، وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلام، خلاص واهجرهم هجرا جميلا. أما كيف هذا يعني شخص طلب مني لا تلقي السلام؟ يعني تو هو السلام يعني محكور ولا حكرا ولا كيف؟ ما فهمت، لم أفهم السؤال حبيبتي صالحة. اللهو واللعب ما يأتيهم من ذكر، شوفوا شوفوا كيف الله تعالى يؤذن، عفوا الأذان ويرفع، الأذان يرفع والله ينادي عباده للصلاة، وهذين مشغولين بالمباراة، مشغولين بالمباراة ما فاضيين. قال لك بعدين، قال لك بعدين وهم يلعبون لاهيةً قلوبهم. الله المستعان، هذا إيش؟ هذا الله المستعان عليه، ملتهيين بكرة، أو اللي مشغول بالسوق وتخلي الصلاة مثلا، الصلاة ما تصليها إلا يوم ترجع البيت، تصلي 10 صلوات ورا بعض لأنه حضرتها من الصبح إلى الليل. اللعب واللهو، اللعب يعني مشغولين، اللعب العمل، واللهو، واللهو هو انشغال، انشغال البال، انشغال البال. أما اللعب هو يعني انشغال الجوارح. اللهو انشغال عقلي، أما اللعب انشغال الجوارح. طيب أيضا من ضمن الأشياء اللي تحرمنا الذكر هم أولئك الذين قست قلوبهم،
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. في ناس، أتذكر مرة كانت واحدة من الأخوات قالت لي قل لخاطري أستلذ يعني ذكر الله تعالى، أستلذ مثلكم كذا القرآن، ما قدرت. إذن هنا في هذا الحال على الإنسان أن يرجع، مو الذنوب اللي اقترفها في حياته، إيش الشيء اللي سواه في حياته، هذا شيء. الشيء الثاني لعله يحتاج إلى ماذا؟ يعني لما يكون القلب قاسي ماذا يحتاج؟ ما ري القلب؟ كيف أرويه؟ كيف أرويه؟ بالقرآن، بالاستغفار. يكفي مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة؟ إدمان، 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 إدمان. تخيلوا يعني إنه يعني أحد الأئمة جاي يسألوه مسألة، فختم القرآن 3 مرات في يوم واحد، 3 مرات في يوم واحد، عشان مسألة، عشان مسألة من المسائل. العملية ما تقدر تقارن نفسك بهؤلاء الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا عشان يحلوا مسألة. ولذلك أنا استغرب البعض نقول التدبر، نبغى نوصل إلى مستوى عالي من التدبر. لا 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 لا، لازم مصاحبة، مصاحبة طويلة للقرآن الكريم، لازم تصاحبه مصاحبة محبة، لازم تصاحبه مصاحبة دائمة. ما اليوم أنا اليوم أتدبر وبكرة لا، ما اليوم أنا أحضر مجلس بكرة ما أحضر مجلس ذكر، ما اليوم أنا أصوم أو هذا الأسبوع قررت أصوم، الأسبوع اللي بعده ماشي صيام، لا لا لا، ما هذا اليوم أنا قرأت الورد بكرة ما أقرأ وردي. أنت لابد أن تكون في حالة مستمرة، هذا هو الذكر، أن تكون مستمر عليه. ما تقف لحظة تقول لا لا أنا يكفيني أنا اليوم ذكرت خلاص أنا أعتبر من الذاكرين، لا لا لا، لا تقارن نفسك إذا كنت مقصر. ليش نذكر الله تعالى؟ أول شيء حبيباتي، أول حاجة وقبل كل شيء، يباهي الله بكم عند الملائكة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، أصحابه جالسين كذا، فقالهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، قال الله ما أجلسنا إلا ذلك، قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. هنيئا لأولئك الذين يجلسون في مجالس الذكر. أنا أعرف بعض الأخوات ما شاء الله، يعني لو أنا قلت لهن الصبح هنعمل مجلس، الظهر هنعمل مجلس، العصر هنعمل مجلس، والله حضرنوا في البداية وأول الناس، ولا تفوت ولا تفوت. قولوا لهم ليش، سألوهم ليش. إنهم يعيشون نعيما لو عرفه الناس لصارعهم فيه وقارعهم به، ضاربوهم عليه، مرتاحين، يجدون لذة. وتجي واحدة تقول ليش في ضيقة، في ضيقة بنت الحلال احضري مرة واحدة، قربي مرة واحدة. تعرفوا بعض الناس، أنا أعرف ناس أيضا كانت تقول كنا والله نحضر 5 دقائق وبعدين نمل، بعدين لا صرنا ما نقدر والله لو 3 مجالس في اليوم نحضر، نجلس نحن في حالة ذكر. ليش؟ الله تعالى يباهي بي عند الملائكة، الله تعالى يخبر الملائكة هذا عبدي. تعرفوا لما الواحد المعلمة تشوف طالبها جالس يتميز يتميز، هي خلاص طالبها وصل مراكز، طب وش تقول؟ تشير إليه، هذا طالبي، هذا كنت أعلمه أنا، هذا كنت أعلمه. متخيلين؟ فخور. فكيف إذا الله الذي هو الذي يفخر بك، فكيف إذا كان الله هو الذي يفخر بك؟ ما أي حد. العظيم بعظمته وجلاله وقدرته يباهي بك. تخيلين انتو لما تكوني جالسة
جلسة تستمعين درسا ها ينبهك بالله تعالى ويذكرك بالله تعالى، ثم فوق ذلك الله تعالى ماذا يقول؟ إني مباهٍ بكم، إني مباهٍ بكم. الله 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 تعالى يباهي بنا. نعم 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 حبيبتي يباهي بك الله، تمشي كذا وكأنك سلطانة زمانك. هي شعور هذا نفرط فيه، كيف نفرط في ذا الشعور؟ وأعجب أعجب كيف إنه الله تعالى يباهي بك وأنت تفرط. تتنزل السكينة وتغشاهم الملائكة، ما بس كذا، في حالة سكينة على فكرة، حتى لو الدنيا تخطب عندهم، حتى لو عندهم مشاكل الكون كلها، لو عندهم مشاكل الكون لكنهم في حالة سكينة طمأنينة. ليش؟ دائمي الاتصال بالله تعالى، دائمي الذكر لله تعالى، دائمي التذكر. وحتى إذا كانت لهم شكوى فلا يبثوها إلا من لله، ولذلك هم في حالة تذكر. في ناس يوم تشتكي، يوم عندها مشكلة، هين راحت تتشكى؟ هين راحت تتشكى؟ حال فلان وعلان. الطفل يذهب إلى أمه يشتكي، وأنت أين تبث الشكوى؟ أين تبث الشكوى؟ أبثها لله، إنما أشكو بثي وحزني. يذكر الله تعالى، يذكركم الله تعالى، يذكركم الله تعالى. تعرفوا إيش يعني يذكركم؟ تعرفوا إيش يعني كلمة يذكركم؟ الناس تعتقد إنه يذكر بمعنى إنه أثناء الذكر، هنا لحظة الذكر، لا، انتبهوا ماذا يذكركم. يذكركم أي أن الله تعالى إذا ما احتجتم شيء، شوفوا شوفوا شوفوا، إذا ما احتجتم شيء أو كنتم في حاجة إلى معية، وما كان ربك نسيا. إيش يعني؟ يعني الله تعالى يذكر من يذكره. فلان كان في اليوم الفلاني يذكرني بإيش؟ بخشوع وبتذلل، واليوم أذكره. متى؟ ربما في يوم الحساب، وربما في حاجة أنت محتاجينها وما تعرف، ولكن الله تعالى وما كان ربك نسيا يذكرك الله تعالى فيها، يذكرك فيها. كيف يعني؟ يعني أنا في يوم من الأيام جالس في مجلس ذكر وأسبح وأذكر الله تعالى وعايش سكينة، انتهى الأمر، أجي بعد يومين 3 أيام صارت لي مشكلة، الله تعالى يذكرك. ليش؟ أنت من 3 أيام ذاكر الله تعالى، هذا معناته يذكرهم الله تعالى، هذا معناته يذكرهم الله، ما معناته ذيك اللحظة، بل ايش؟ بل انه يعني الله تعالى، ترى على فكره من كرم الله تعالى انه لا ينسى. شوفوا احنا المحتاجين لهذا الذكر، ولكن الله تعالى شوفوا يتودد الينا. كيف يعني يتودد؟ اي لا ينسى ذلك العبد، ذلك العبد الذي ايش؟ الذي اتاه، ما ينسى. شكور غفور، بالضبط، شاكر عليم، يعلم، يشكرك، يشكرك. ولما نقول كلمة يشكرك أي أنه يعطيك ويكون معك ويدفع عنك ويرفعك ويحميك. وقد تكون رايح لمصيبة، ولكن لأنك جلست في مجلس ذكر سبحان الله خزن لك الشيء هذا، حطه في نصيبك، حطه في نصيبك، حطه في ميزان حياتك، وادخره لك. والله تعالى ما كان نسيا. أيضا سببا في مغفرة الذنوب ونزول الرزق، إذا كنت من الذاكرين. في ناس ممكن تقول لك أنا أستغفر كثيرا، نعم الاستغفار، لكن أيضا هناك الناس التي تذكر الله تعالى ستجد أن أرزاقها، وقلت لكم مثال السيدة مريم، الرزق الذي يأتيها من شدة ذكرها لله تعالى، من شدة ذكرها لله تعالى تفتح لها بوابات الرزق. وأنا هذا أقولها، يعني أنا عارفة في كثير من الأخوات ما يحتاج أذكر، ما تخرج من البيت إلا بلسان ذاكر، ولا ترجع من البيت من العمل إلى البيت إلا ولسانها ذاك، إما تسمع درسا أو تذكر الله تعالى وتردد أو تسمع تراجع آيات وهي في الطريق. أعرف ناس ما شاء الله عليهم ما يفرطوا في هذا الأمر،
ليش احنا نذكر الله تعالى؟ انا لو جيت احسب الفضائل ما انخلص. كسب الاجر، محبة الله عز وجل، رضا الله، محبة الله تعالى لنا، مغفرة الذنوب، سعادة النفس، انشراح الصدر، والنصر على الأعداء. ينصرك الله تعالى على أعدائك، رفعة، منزلة في الدنيا وفي الآخرة، قوة في الجسم. في ناس تستغرب، تستغرب يعني بالله عليكم، ماشي حد من الأخوات أهلها دايما يقولوا لها تونتي مو تجلسي تسوي ساعتين سمعي، كيف متحملة؟ ما حد قالوا لهم كذاك من أهلكم؟ متأكدة؟ مو انت ما تتعبي، ما يقولوش انت ما تتعبي، ولكنش تجدي نفسك تتنقلين من ايش؟ من خلية إلى خلية، تنهلين الشهد. انت ما تشبعين؟ لا من يشبع منها ذا؟ ترى ابو يذوق الحلاوة ذي ما يشبع منها؟ من يذوق هذه الحلاوة لا يشبع منها؟ كيف تبغيون نشبع؟ تعالوا تذوقوا حتى تعرفوا، لكن المشكلة انهم ما ذائقين ولن يعرفوا إلا من يذوق. أحيانا أكون أعمل لكني أشغل درس، لازم أشغل لي درس معاي. أحيانا أعمل وكتاب عندي مفتوح أتعلم منه. إيه ممكن أعمل 2 3 أشياء في نفس الوقت، بس المهم ما أكون يعني إيش؟ ما أكون في عزلة، ما أكون في عزلة. أيضا أهل الذكر فيهم مهابة، كذا لهم مهابة، اللهم ارزقنا هذا الوقار وهذه المهابة يا رب، قلب النعم ودفع النقم، زوال الهم والغم، نزول الرحمة والسكينة، مضاعفة الحسنات، النجاة من عذاب القبر، والبراءة من النفاق. البراءة من النفاق إيش يعني؟ ونور في الوجه، وحفظ من كل سوء، وغيره وغيره وغيره. هنتكلم شوية بالتفصيل بس بقارب عميق إن شاء الله في الشرايح اللي جاية بإذن الله تعالى. الذكر نوعان أحبتي، الذكر نوعان، ذكر بالجوارح وذكر بالجنان. طبعا الجنان مقصود بالذكر إيش؟ الذكر الذي يكون في حضرة المحبوب. إيش يعني في ذكرة حضرة المحبوب؟ أي أن ما حولك لا يشغلك، بل إنك سابح في ملكوت الله. لو أن الدنيا كلها تحترق أنت في عالم آخر تماما. هنيئا للذاكرين بالجنان، ما لهم هذيلا؟ إيش ميزتهم؟ الذين يذكرون الله تعالى بجوارحهم تتحرك أجسادهم، حواسهم، أقوالهم، أفعالهم. لكن تعالوا شوفوا ذكر الجنان، تعالوا شوفوا ذكر الجنان. ذكر الجنان 24 ساعة مستشعرين الله تعالى في محبة، يذوقون المحبة في اتباع. طبعا أنت لما تحب تتبع، معروف المحب لمن يحب متبع، المحب لمن يحب يتبع. إذا أنا أحب الله تعالى قال اتبعوني، ما قال الله تعالى اتبعوا، قل إن كنتم، ما تقول إنكم تحبون الله تعالى اتبعوني. الصوت راح مرة ثانية، الصوت راح. تمام الحمد لله. طيب ما هو ذكر الجنان؟ ذكر الجنان هي حياة مختلفة عن الحياة، هي ليست الحياة المادية، ما الحياة المادية، إنها حياة أبدية أزلية. أعطيكم مثال بسيط جدا، أعطيكم مثال بسيط جدا جدا عن كيف يحيي الله تعالى الذاكرين. أسألكم سؤال، ألم يمر بكم مرة كذا هتكونوا محتارين وفي مشكلة وفي أزمة، وفجأة قلت كذا يعني في بعمقكم يا رب، أو قلتم في دواخلكم بصدق وقلت يا رب، وكأن الله تعالى ممكن ما انحلت المسألة، لكن كأن الله تعالى مسح على قلوبكم تماما، ورجعتوا تكملوا يومكم عادي برغم أنه ممكن يكون يوم ثقيل. هذا هو الذكر القلبي، حياة. حياة إيش يعني حياة؟ يعني يحيي ما كان ميتا في قلبك.
ممكن يكون انت اصلا مهموم، لكن ايش قلت؟ يا الله يا معين، قلتها وقمت وكأنه ما شيء خطف عليك. الله تعالى ماذا يقول؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا، شوفوا كيف تكون ميت تعبان مرهق، سبحان الله، تجي إيش مرة ثانية تكون جالس تعبان، فإذ بالله سبحانه وتعالى يرسل لك آية طبطبة، فاتح التليفون آية طبطبة فتحييك، تحييك والله، إن الله تعالى يدلك حتى على ذكره، شوفوا كيف، ويحييك، يلامس قلبك الكلام. ممكن تكون طول الوقت أنت جالس تتكلم بس ما مستشعر، ولكن تأتي آية أو يأتي حدث. حدث إيش يعني؟ يعني مثلا مرة أم تقول كنت مهمومة، كنت مهمومة، تقول كنت مهمومة وإذ بابنها يحضنها ويقولها ما تصيحي، ابنها، فحمدت الله، شوفوا، ذكرت الله واطمأنت، كانت مهمومة ولكن ذلك الله تعالى ساق لها ذلك الطفل حتى يحضنها، وبعد الحضن ماذا استجد في داخلها الإيمان، فقالت الحمد لله اللي رزقني هذا الطفل اللي جاي يحضني، فذكرها بالله، ثم ماذا؟ ذلك القلب اللي حزين أحياه مرة ثانية. فذكر القلب ذكر حياة، يعني يكون عميق أصلا وانت تكون في قمة بؤسك، في قمة بؤسك، ولكن الله تعالى يحيي فيك ما مات، يحيي فيك ما مات. وشوف فضل الله تعالى، وأقول لكم إياها، ترى هذا الذكر الذي يذكركم الله تعالى به، الله تعالى هذا شيء أنت سويت خير سابقا وأنت ما منتبه، وأنت ما منتبه، والله يرسله لك على شكل حضن، على شكل ابتسامة، على شكل آية تطبطب على قلبك. ترى ما محتاج العملية شيء كبير ولا حاجة، لا، لكن الإنسان تكفيه كلمة، يعني الإنسان ترى ما معقد. ولذلك داوم على الذكر. ماذا يقول ابن عطاء السكندري يقول لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله. يعني إيش؟ ما عشان أنه أنا ما استشعر أترك الذكر، لأنه عدم ذكرك أشد إيش؟ أشد قسوة من إنك أنت ما تذكر الله تعالى. يعني إنك توقف عن ذكر الله تعالى هذا أسوأ. ولذلك اذكر الله تعالى حتى لو ما تستشعر. لماذا؟ لأنك إذا كنت تذكر الله مستمر، على فكرة لا أذكر ناس استمرت على عمل في ذكر الله تعالى إلا وبلغت حلاوته، بلغت حلاوته، يعني الله تعالى إيش يخليها تستشعر بدون ما تقول، هي أصلا تكون في عالم آخر. ولكن لازم إيش أستمر، ما ينفع أنت تقول يوم تذكر الله تعالى وبكرة لا، ما يستوي، ما تكون حاجة وحاجة، ما تكون إما وإما، اليوم أنا مع الله بكرة لا ما معاه، الاستمرارية. ولذلك ممكن يكون الواحد يقول لك لا تردد، لا ردد، ردد، احنا كل يوم نرسل اذكار، قلها، ما تقول ما تفيدني. ودائما احنا نقول اعداد كثيره، لماذا اعداد كثيره؟ لماذا اعداد كثيره؟ ستجد صدقوني يعني فائدتها مع الايام، ما تستعجلوا. احنا ما زلنا يمكن 12 يوم 13 يوم من بدينا، حتى 10 ايام يمكن ما كملنا. لا تستعجل. ما تقول انا ما جالسه استلذ. لا لا، ابدأ مرن مرن مرن. لماذا؟ حتى يأتي رمضان وتعيش، تعيش العمق. كل يوم احنا حبيبتي نرسل ذكر يومي، ذكر يومي نرسله في الجدول اللي نرسله، ونرسل معاه الورد من القرآن، ما تتركه يوميا، نشوف ايش بيصير لك، لسانك سيتعود. بل إن بعض الأخوات والله راسلني يقول لي أستاذة تراكم ما رسلتوا اليوم، شوفوا الحرص، شوفوا الحرص،
أستاذة ساكن ما أرسلته اليوم، تأخرت علينا. الله الله، نعم طبعا. اللي حاب إنه هو يمسك ذكر معين له حرية، له حرية ذلك. اللي حاب يمسك ذكر معين، لكنه إحنا حتى يعتاد اللسان على كل أنواع الذكر، حتى يعتاد، وحتى أيضا لسانا ماله. يعني لما أجي أقول سبحان الله، ترى لكل واحدة لها هدف. كل ذكر، أنا قالت لكم كل ذكر نرسله له هدف، له غاية. ما نرسل الأذكار كذاك، في أهداف قد لا يلاحظها البعض، ولكن هناك من يعيشها. بعد ما تتعود يبدأ قلبك يستشعر، وإذا استشعرت حضرت أو كنت في المعية. تعرفوا إيش يعني كنت في المعية؟ يعني لو شايفين في فلسطين، ممكن يقصفوهم وهم يمشوا ويكملوا حياتهم عادي. شايفين المعية؟ يعني إيش يعني يكملوا حياتهم عادي؟ يعني مستشعرين الحماية، ويقولوا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما عندنا شيء نخسره، ما عندنا خوف، ما في خوف. لا يمشي الشارع وهو ما خايف، ما قلق. يكون الله حاضرا في قلبك، حاضر. واللي يكون الله تعالى حاضر في قلبه يستشعر القوة، على فكرة يستشعر القوة. طيب، شهود الذكر، أرجوكم، هذا اللي الحين بنركز عليه. إيش يعني شهود الذكر؟ وتأملوا معي هذه الآية. شهود الذكر، إيش يعني شهود الذكر؟ أي ما الذي يذكرك بالله؟ ما الذي يذكرك بالله ويجعلك تشهد الله حقا؟ تعرفوا إيش يعني أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، مش الأدوات، مش الأدوات. إيش يعني أشهد أن لا إله إلا الله؟ أنا لو جيت وشفت، شفت مثلا الآن هذا الجهاز أو هذا البرنامج اللي يخلينا نتواصل مع بعضنا البعض، كل واحدة في مكانها، هذا لا يجعلني أشهد قدرة الله تعالى في إيش؟ في هذا العلم. شاهدتها، أي شاهدتها بعيني فكنا شهود. أيوة، أي مشاهدات التي تثبت، هذا معناته الشهود، هذا معناته الشهود. فأقر، يعني مثلا على سبيل المثال، لما ذكرت لكم أنا قصة ولد أختي اللي كان خلاص، يعني أخبرونا أنه خلاص سيتوفى، ماشي فايدة، حتى الأجهزة شالوها عنه، ولجنة أخلاقية وغيرها، زين، قالوا لنا أنه خلاص، والولد جابوا لجنة أخلاقية وشالوا الأجهزة، وكنا ننتظر أن يقال لنا تعالوا شلوا الجثة، ولكن سبحان الذي أحيا العظام وهي رميم. فشاهدنا بأم عيننا وشهدنا على قدرة الله، شهدنا على قدرة الله، وشفنا بعيننا قدرة الله تعالى، كيف أن الله تعالى قادر أن يحيي. الحمد لله، الطفل الآن عمره سنة ونص، سنة ونص، وعلى فكرة الأزمة جاته، توقف قلبه عمره 3 أيام. الولد عمره سنة ونص الآن، 10 دقائق إن شاء الله وخلص بإذن الله تعالى. شهود الذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. طيب سؤالي، كم ذكرت ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ كم مرة ذكرت في السورة؟ لا لا، 7 مرات، 7 مرات، 4 مرات، ذكرت 4 مرات. حد يعرف ما دلالة الرقم 4؟ لماذا 4؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. كم كلمة في الآية؟ كم كلمة في الآية؟ ممتاز، 4. كم الزاوية للمربع؟
كم زاوية المربع؟ زوايا المربع كم قياسها؟ ما قياسها؟ 90 صح؟ 90 صح ولا لا؟ طيب رجعوا لسورة صاد. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد كم رقمه؟ أهل الكتاب المبين كم رقمه؟ ها؟ 90 صح ولا لا؟ صاد والقرآن ذي الذكر، شفتوا العلاقة؟ صاد والقرآن ذي الذكر، والمربع دلالة ها الحماية، دلالة الحماية، 4 وأربع كلمات، صاد والقرآن ذي الذكر، صح ولا لا؟ كم كلمة؟ 4 أيضا، صح ولا لا؟ طيب ليش الرقم 4؟ أنا أبغى واحدة من الكتاب المبين، إذا موجودة عندي رقم 4 يذكرنا بشيء، وإيش يذكرنا رقم 4؟ الله، الحصن، السور، ممكن السور، ممكن رقم 4 من الحروف، من الحروف، ما هي الأربعة؟ إحنا ما قلنا شهود، ما قلنا شهود. طيب كيف أنا أشهد الشيء؟ كيف أشهد الشيء؟ كيف أشهد الشيء؟ لا إله إلا الله، نعم، لكنه كيف أشهد الشيء؟ ما لازم يخلق؟ ما لازم يخلق؟ صح؟ ما لازم يخلق عشان أشوفه، أشوفه بعيني، صح؟ أشهد بعيني. وما هي كلمة الخلق؟ كن الأمر، كن الأمر، لكن كلمة الخلق يكون، يكون. نعم، كم حرف؟ كم حرف؟ 4. عرفنا الآن؟ سبحان الله، 4 مرات ذكرت هذه الآية، 4 مرات ذكرت هذه الآية، ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 مرات، و4 مرات هي 4 حروف يكون، وهذا ويكون هي كلمة الخلق، كلمة الخلق يكون هي كلمة الخلق. هعيد مرة ثانية، ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 كلمات وذكرت 4 مرات، تمام؟ وقلنا 4، الزاوية ماله كم؟ 90 صح. المربع ما الزاوية ماله؟ 90 صح ولا لا؟ رجعوا إلى دلالة حرف الصاد. دلالة حرف الصاد بالنسبة للدلالة الرقمية بتلاقيوه 90. ولما نجي نقرأ صاد والقرآن بالذكر كم كلمة؟ 4 كلمات صح؟ إذن شوفوا هنا، شوفوا كيف تكفي 4 حتى تشهد، يكفي 4 حتى تشهد. الله يأمر بكن، الله يأمر بكن، وأنت تشهد ما يكون، وأنت تشهد ما يكون، فتشهد تستدل على الله تعالى فيما خلق، تستدل على الله تعالى فيما خلق، وتشهد فيكون. يعني كيف؟ هل أنا أشوف هذا الكتاب؟ هل أشوف أنا ذا التليفون؟ هذا التليفون كيف شفته؟ ما لأن الله تعالى خلق هذا الهاتف؟ ما لأن الله تعالى خلق هذا الهاتف؟ يكون كائن موجود، كائن، كائن موجود، صح ولا لا؟ إذا أنا هذا الشيء لا أشهده إلا عندما يقول الله تعالى كن فيكون. وطبعا فاء ما تعتبر ضمن الحروف لأن فاء تبعية. أيوة، لولا يكون ما شهدنا، لولا يكون ما شهدنا. لكن من الذي يأمر حتى يكون؟ من الذي يأمر حتى يكون؟ من اللي يأمر حتى تكون الأشياء؟ الله تعالى. ولذلك الله تعالى قالنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، باغي ترى شيئا وتشهد على شيء، عليك بالذكر، عليك بالذكر. باغي الله تعالى يحقق لك أمر، عليك بالذكر. ولذلك الله تعالى قال فهل من مدكر؟ وعيدوها 4 مرات وشوفوا ما الذي يحدث لأي أمر.
قولوا ولقد يسرنا القرآن للذكر أربعا وشوفوا إيش يحصل لكم. لو كان مثلا تايهين عن موضوع، تريدوا قرار، تريدوا شيء معين ما واضح بالنسبة لكم، قولوا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهي أربعة، يخلق لكم الأمر الذي تريدونه فتشهدوه فتشهدوه. طيب، ما الذي ما هي علامات أو شهود الذكر؟ ما هي شهود الذكر؟ تجليات أسماء الله تعالى. ألا ترون تجليات أسماء الله تعالى في مخلوقات حوالينا؟ اسم الله الغفور أين يتجلى؟ أين يتجلى اسم الله الغفور؟ كان يظهر، أليس في مغفرته للذنوب؟ أيوة، أليس في مغفرته للذنوب؟ ممتاز. أيضا أين نراه بشكل مادي؟ أين يتجلى بشكل مادي؟ المغفرة أين تتجلى بشكل مادي؟ لا، مش ليس المال، الماء، في الماء، الماء أليس الماء طهور؟ أليس الماء طهور؟ إيش يعني مغفرة؟ ما المغفرة تطهير؟ إذا أليس الماء شاهدا؟ ها؟ أليس الماء شاهدا؟ نشهده على مغفرة الله؟ ما أنت لما تتوضأ ما يغفر لك؟ أيوة. طيب مثال آخر، أين يتجلى اسم الله الوهاب؟ ها، أين تشهده اسم الله الوهاب؟ في الأرزاق، في الذرية، في الذرية صح؟ يهب الإناث، يهب الذكور، صح ولا لا؟ في الأبناء. إذن الأبناء ألا يذكروننا شهودا على قدرة الله في الخلق؟ أليس المال والأبناء قدرة الله تعالى في الخلق؟ أيوة، شهود ولا ما شهود؟ لذلك يفترض إنه أنا يوم أشوف على أبنائي ما المفروض أتذكر الله تعالى؟ إحنا ماذا نفعل يوم نشوف على أبنائنا؟ كان يوم أخبر لما تجوزت أبوك كان يوم، استغفر الله العظيم، ما أعرف مو فيه ذيك اليوم، يوم تزوجت أبوكم حال مو قنيت وتزوجت في الحلال، هذيك نعمة تشهد على قدرة الله تعالى، شاهد شهود، شاهد. نفس الشيء يخبرني لما أنا كنت حاضرة هذا المجلس، على فكرة طبعا أنا أشكر الأستاذ محمد المياسي لأنه كنت حاضرة معه الجلسة هذه، فبعض مقتطفاتها من الجلسة اللي كنت معه. فذكر لنا واحد الحاضرين يقول عندي صديق كلما ذهب إلى العمل يقول يروح الصحراء، لازم يمر البحر، مو يسوي ماذا يفعل؟ يقول ياخذ معاه الأصداف. فسأله لماذا؟ قال إنها تذكرني بالله. شوفوا، أصداف تذكره بالله، أصداف تذكره بالله. نعم، هذا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على حضور القلب، حضور القلب في يعني هذا الإنسان متفكر، حاضر القلب. أشكال الذكر، تتفكر في نفسك فهذا ذكر، تذكر الله وعده ووعيده هذا ذكر، مخالفة الهوى والشيطان هذا ذكر، مجالس الذكر والعلم هذا ذكر، تذكر النعمة هذا ذكر، تذكر الذنب لتعود إلى الله تعالى هذا ذكر، هذا ذكر، فكله ذكر. لذلك أحبتي، أحبتي، ذكروا، لأن الله تعالى أوصى نبيه بالتذكير، فذكر إنما أنت مذكر، كونوا أنتم سببا للتذكير، كونوا أنتم سببا للتذكير. وأيضا الله تعالى قال في ناس لما أشوفهم، في ناس لما أشوفهم أقول سبحان الله على طول، يذكرونني بالله، هذا ليش؟ هنيئا لهم.
لما نشوفهم نتذكر الله تعالى. الأجواء نفسها تذكر بقدرة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم إذا ذكرتم الله ذكركم. والسؤال الآن، نخرج من هذا السؤال بالتالي: ما الذي إذا ذكرته ذكرني بالله تعالى؟ فكروا فيها. ومن الذي يذكرني بالله تعالى؟ حواليكم واجد أشياء وشهود، حواليكم شهود كثيرة. من وما الذي؟ البحر، الشمس، نجوم، واجد أشياء تذكركم، واجد أشياء. جزاك الله حبيبتي خير، هذا من حسن ظنك، من حسن ظنك، الله يعطيك الصحة والعافية. عوائق الذكر لما ما تعرف الله تعالى، والله حزينة على الناس اللي ما تعرف الله تعالى، حزينة اللي ما تعرف الله تعالى. الكبر والعجب، أيضا مجالس السوء، ونسب الفضل للنفس. وأنا حكيت لكم حكايتي لما نسبت الفضل للنفس وصبته بالعجب، حرمت الذكر، الانغماس في اللهو والملذات وهم الرزق وخشية الخلق. على فكرة، أكثر الناس ينسون ذكر الله تعالى أولئك الذين يفكرون بالرزق ويخافوا الناس. في ناس مشغولة بالرزق 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 وتخاف الناس، عليها دين، مشغولة من وين أسدد ديني؟ طب وعبادة الله وذكر الله تعالى؟ أين أنت يا حبيبتي؟ لا تضيعي بسبب إيش؟ التفكير بهم الرزق. ليش؟ لأن الذي يرزقك الله إياك، وهذه أكثر شيء تضيع الناس، اللي هو التفكير بالرزق والخشية من الخلق. ما تفكر فيهم، ركز في عبادتك. وهذه بعض التطبيقات أنا مسوية أشكال جميلة، ما أعرف ليش ما ظهرت، ما أعرف حال مختفية الأشكال الجميلة، وطلعت الكتابة وحدها بعد الحمد لله طلعت الكتابة. شوفوا اختفاء الشكل ذكرنا بالله تعالى. خصص وقتا للذكر، اجعل لك خلوة للذكر، احضر مجالس ذكر، احضر. ظاهرة عندكم؟ أنا ما يظهر عندي الأشكال. اسأل الله تعالى الإعانة وتحرك مع الذكر. حتى وانت تروح تمشي، وانت تمشي 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 تسوي رياضة، يا أخي خلي اللسان ذاكر، خلي اللسان ذاكر. تذكر أنك مع الذكر أنت تعيش لذة في القلب، تستشعر الأنس، يتجلى الجمال، يعني سترى جمال الله تعالى، سترى جمال الله تعالى في خلقه، وكذلك يتجلى لك الجلال فتخشى الله. الذين إذا ذكر وجلت 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 قلوبهم. ليش؟ لأنه يتجلى الجلال من كثر ما هم ذاكرين الله تعالى، خلاص يصير عندهم خشية. لماذا؟ لأنهم يستشعرون وجوده. كذلك أحبتي، اعلموا أن الذكر يورث المحبة يا حلوين، يورث المحبة. طيب لما يورث المحبة، ماذا على المحب للمحبوب أن يفعل؟ مشغول بمحبوبه يا حبيباتي، مشغول بمحبوبه، طالبا لرضاه ويخشى تغيره. يعني أنا أخشى أن الله تعالى يتغير علي، أخشى أن الله تعالى يتغير علي إذا كنت أحب الله تعالى. ياه، اليوم أنا ما واجد ذكرت الله تعالى، ليكون الله تعالى زعلان علي. لا 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 يا حبيبي، يا الله، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، بس لا تتركني، لا تتركني يا رب. لذة، يطلب رضاه. ما الذي يرضيك مني يا رب؟ ما الذي يرضيني؟ اللهم نسألك حبك. إذن ندعوه، ندعوه، نطلب، نطلب إيش؟ دائما اسأل الله تعالى: اللهم إنا نسألك قلبا ذاكرا، اللهم اجعلنا لك إيش؟ شاكرين لك ذاكرين. اللي تقول لي: ما هو تاج الذكر؟ والتي تسأل عن تاج الذكر، حبيبة قلبي اللي تسأل عن تاج الذكر، لا إله إلا الله. نعم، هنا أحبتي وصلنا إلى نهاية. أنا أعتذر لأنه عشان الوقت والصلاة، ما بغيت أنه أنا يعني أطول عليكم أكثر، كنت أريد أعطي تفاصيل أكثر.
لكنه إن شاء الله إن شاء الله يعني ما زال لدينا بإذن الله تعالى حديث نكمله إن شاء الله، وفي محاضرات جاية قديمة قادمة يعني قديمة وين قادمة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يعني نحن مستمرين، ويوم الجمعة أيضا لنا جلسة بإذن الله تعالى مع تدبر آيات الله، نكمل رحلتنا اللي توقفنا شهر تقريبا، توقفنا عن التدبر، وبنرجع إن شاء الله نتدبر يوم الجمعة بإذن الله تعالى، عشان نكون إيش، نكون خلاص متعودين على ذي الجلسات، ومتعودين على أن نكون مع الله تعالى بإذن الله تعالى، بحيث إنه يجينا رمضان ونكون مالنا نكون في قمة. طبعا يوم الجمعة الساعة 10 في قناة إشراقة روح باليوتيوب بإذن الله تعالى، الله يسعدكم، باليوتيوب هتكون هذه المحاضرات في الزوم، لكن التدبر يكون في اليوتيوب بإذن الله. تركتكم أحبتي في ودائع، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعتكم الله أحبتي، تركتكم في حفظه ورعايته وولايته، دمتم بخير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم.